والله العظيم. الاولى تاسيس فريق الدفاع هي ساعد على لغه الامازيغ فكاك فكاك طبعا عبد العالي افتاس فكاك الحمد لله. احنا شوف بغيت نذكر في الرساله السامية لصاحب جلال في المناظره اللي ترسلت ديال المناظره اللي كان ديال الرياضه الوطنيه في 2013. صاحب جلال كان واضح بان الرياضه ولات جزء اساسي من حقوق الانسان، يعني شي حاجه ولات ضروريه في حياه الانسان واللي كتساهم في التنميه الصحيه الاجتماعيه الاقتصاديه ديال البلاد ديالنا، وحتى الجماعات المحليه انهم باش يساهموا يعني بمعنى الكلمه في هذه التنميه ديال الرياضه الوطنيه. وهذا ما كنا ما نقوم به الان، اننا كنا نقوم بهذه الانشطه الرياضيه وخاصه هذا الدوري رمضان اللي كان ديال لي فيتيرون كنقولوا، واللي داز بواحد الظروف يعني هائله واللي فتحت لنا الباب انه غنبداو من شهر 9 غنديروا بطوله سنويه محليه ديال كاع الفئات على غير البطوله الوطنيه. غيكون العام كله بطوله ديال الاو 17 ديال الفيتيرون، الاو 13 غتكون بطوله باش عين سبع تكون فيها الحركه. منطقه ديال عين سبع، خاص منطقه ديال عين سبع غتكون واحد البطوله سنويه غتبدا من شهر 9 كتسالي شهر 6 باش تكون الحركه مهمه ديال الرياضه في عين سبع. هادشي ما غاديش يكون ان شاء الله عارف كره القدم، وانما في رياضات اخرى غتكون السباحه الكاراتيه التايكوندو الباسكيت الهوند. هذا الدور ديالنا كنأديوه وكنتبعوا التوجيهات ديال صاحب الجلاله. كلهم غادي يجيو هما كلهم نادينا عليهم باش شهر 7 غادي نديروا باش ننظموا البرنامج، وشهر 9 غتعطي انطلاقه ان شاء الله برنامج سنوي غتكون يعني اول مره ان شاء الله في المغرب غتكون هاد العمليه دي. ودائما عين سبع كانت السباقه. اولا نريد ان اشكر هاد الناس اللي تكلفوا بهاد المقابله اللي كتشرف. مرحبا بعباس، مرحبا بعباس رتوانا كلاعب كعميد فريق، فالانسان ضحى بما يملك من غالي ونفيس بصلاحه الفريق هذا، رغم المورد يعني ما غنقولش المورد اللي ما كانش كاع اصلا، كان دائما كيحاول يبقى صدع هذا الفريق هذا في قمه العطاء ديالو من ناحيه النتائج ومن ناحيه اللاعبين. مرينا مع السي عباس في احسن ظروف من ناحيه التقنيه، كنا لاعبين اللي وصلنا لنصف نهائي في كاس العرب الجيش الملكي وليس بالسهل، كنا فريق من احسن الفرق الدرجه الثانيه اللي كتلعب الكره الحديثه الان اللي كنت تلعب الان، ضم عده لاعبين في مستوى جيد على راسهم السي حمو الله يرحمه، جنان وابو الفاتح هذوما المديح للرجاء العينين. كان عندي الشرف نحمل قميص هذا الفريق مده سنوات، كنت عميد الفريق الظهير الايسر، ولما نحضر في هذا الملعب هذا اتذكر جميع الذكريات، رغم انه الان تغير من احسن الى احسن بهذا العشب الصناعي. انا كنا غلبة في التراب، ولكن دائما كان يعني يقام ويقعد هذا الفريق، لا من ناحيه السيريه رغم قلت الموارد اللي ما كانتش المنعدمه، ولكن سي عباس اللي ضحى، وهذه المناسبه نترحموا عليه على ما اعطى لهذا الفريق والمنطقه والفريق ككل، واللي نتج عده لاعبين في اعلى مستوى منهم كاع اللي مشى للفريق الوطني. وكنتمنى ان شاء الله يبقى دائما هاد الناس هادو يتفكروا الشخص هذا، وكذلك لما لا سمعت بان اعطي الاسم لهذا الملعب هذا اللي يستحق بكل صراحه بكل بدون اي احتياز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام الاشرف الاتمان على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا ساتي في على الحضور ديالها في هذا النهار الجميل، شكرا للحضور ديال ايوب كالا المعروف بكالا اللي دوز معنا في هذا التيران، بعدا هو اللي صديق وعزيز. واولا غادي نقول مره اخرى ان الدوري ديال عباس قرة كيعرف النسخه ديالو الثالثه، المنظم من طرف مقاطعه عين سبع عرف حضور بعض الرياضيين والاعلاميين والفنانه، فمره اخرى كنقول لكم اننا كنا اليوم على الموعد في هذا النهائي الجميل، النهائي اللي بصراحه في النسخه الدوره ديالو الثالثه، والمنظم من طرف مقاطعه عين سبع وعرف كما كنقول عرف حضور شخصيات وزنه. كما كنبغي نوجه تحيه لجميع الاخوه اللي حضروا، علي الشكلاطير دوال العلالي يعني تادي مي عبد الله المستشارين رئيس المقاطعه الناس ديال السلطه المحليه السيد الباشا القياد، فمره اخرى كنقول لكم شكرا مره اخرى. رحيم ابراهيم عتيد ابن منطقه عين سبع، حنا فخورين بهذا الدوري اللي كيتقام بهذه المنطقه هذه ديال عين سبع، لان عندنا واحد المسؤول اللي هو ابن الدومين اللي هو السي مصطفى الراكبي رئيس قسم الشؤون الثقافيه والرياضيه، وحنا كنفتخروا بهذه المنطقه هذه، كنفتخروا بها علاش؟ لان فيها الدوريات وفيها مشاريع وفيها بزاف الحوايج اللي كان
انا كابن عين سبع ما عشتهمش، ولكن في هذا المجلس هذا عشت شي حوايج اللي زوينين. لان علاش كاينه المجانيه في اللعب؟ المجانيه اي واحد اي ابن، انا ابن الكاريان، ابن دوار جديد، هادشي ما كناش كنعرفوه وما كناش كنوصلوا ليه، كنا كنلعبوا في الشانطي. دابا الحمد لله الابناء ديالنا ولاو كيجيو كيلعبوا هنايا في تيران، كاينه قاعه ديال الكاراتي، كاين مسابح ان شاء الله هما قراب. الاطفال ديالنا في شهر 8 ان شاء الله غيكونوا في كيعوموا في المسابح ديال عين سبع. وكنشكروا المجلس كامل بدون استثناء، المجلس ديال مقاطعة عين سبع كامل، يا اللي كيحضر يا اللي ما كيحضرش. علاش؟ لانه واخدين اسم مقاطعه عين سبع. وشكرا لكم على الحضور ديالكم على المواكبه ديالكم. والاجواء اخويا حماسيه وفي نفس الوقت خياليه، حيت اول 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 مشاركه لفريق الهلال واول تتويج ليها، يعني راه شعور لا يوصف. ومن هذه المباراة تنشكروا الناس ديال عين السبع اللي وفروا لنا كاع الاجواء، وخصوصا السي يوسف حسيني رئيس مقاطعة عين السبع، والناس الغيورين على الرياضة في عين السبع. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.